ورايحين بقى دلوقتي ثانيه ما ارجعش اكتر عشان البوكس، يعني انتوا فاهمين يا اسطى الجو حر وكده فاهم. فا واخيرا يا جدعان داخلين على الستة، لا احنا دخلنا على الستة وسبعين، داخلين على 77,000 مشترك ورحله ال 80,000 خلاص تقترب. والله يا بحبكم كلكم كده كده على بعضكم خلصانه. وحد شاف البيزنس مان يا جدعان بالبدله وبتاع شيك علينا نعمل شيك يا اسطى. بس اهم حاجه كده لو انت لسه جديد اشترك في القناه فعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو ده. انا عايزك تعمل لايك يا اسطى بلسانك بصبعك الصغير وبلسانك تقول لي كده هل عرفت ولا ايه. طب يلا بينا. المهم يا جدعان انا النهارده عملت حركه مجنونه قوي والله العظيم. هتقول لي هي يا ابو عادل؟ هقول لك ان انا بعت اقوى صانع العاب في فيفا كلها حرفيا يا جدعان. بص بص وحط ايدك على قلبك عشان مين الاربي ده؟ مين الاربي ابو 50 مليون ده؟ ده بيبقى ايه ده؟ ده بيبقى جدعان. ما علينا. بص يا اسطى حط ايدك على قلبك كده واستمتع بباجيو وهو بيباع. وهنعمل ايه ده؟ ثانيه الو، طب ما في لاعب بمليون، هما واخدين مني قد ايه؟ ايه ده؟ ايه الخم ده؟ والله العظيم حرام يا جدعان. بقى معايا 61 مليون. طب ليه يا ابو عادل عملت كده؟ انا يا اسطى اقول لك دلوقتي ليه عملت كده. احنا النهارده يا جدعان اخر يوم في الايفنت، معانا اخر يوم في منافسات الانطلاق وليالي النيون. فكده كده يا اسطى بكره في ايفنت جديد جاي عشان الشامبيونز ليج وتصريح النجم الجديد يا جدعان. فكده كده اسعار اللعيبه هترخص. فتقوم انت عامل ايه؟ تسيب معاك كام مليون كده بحيث ان لما اسعار اللعيبه ترخص تقوم انت مديها واحده سوبلكس وشاري اللعيبه اللي انت محتاجها وهم رخاص، ويبقى انت شغلت دماغك. وانتوا عارفين يا ابو عادل في تشغيل الدماغ ما عندوش ياما ارمحيني خالص. خلصنا؟ لان انا جيت برضو انا يا جدعان شغلت دماغي على التشكيله وبسم الله ما شاء الله ظبطتها. شايفين؟ علي النعمه ولا فيها لاعب اساسي اصلا كده بايظه على بقى. بس ابو عادل ما عندوش ياما ارمحيني، انا بقول لكم سكه ودغري. بصوا يا جدعان في حاجه برضو عايز اقول لكم عليها. طبعا لو خدتوا بالكم الدوره عندنا تمام هتلاقوا في حد بوت عيان كحيان ما بيعرفش يلعب، اسمه الاكونت بتاعه اسمه ناديه، دي خطيبتي تمام. خطيبتي داخله تنافسنا يا جدعان والله العظيم، وعامله تشكيله عار والله، تشكيل عار. تجيب السل وتجيب الامراض كلها، امراض الدنيا كلها تجيبها لك. بص التشكيله يا اسطى معاه مين؟ بس انت اللعيبه معاها جوتس يا اسطى، انت اللعيبه معاها جوتس الواد ال 98 صانع الالعاب والله، وجيرارد وكاسياس وبتاع. ده ناويه داخله تنافسني يا اسطى في المجال والله العظيم. انا عايز اقول لكم انكم انتظروا مباراه بين ابو عادل وخطيبته هتكسر الدنيا. لا وايه بقى؟ لا وايه بقى؟ ده انت هتلاقي في قناه يا جدعان ليها ان شاء الله، يعني مش هقول لكم يعني ان شاء الله يا جدعان ان شاء الله هتبدا برضه فاهمين تكسر الدنيا معاه. مش هيبقى ابو عادل بس، ده ابو عادل وهيبقى في اولاد ابو عادل كمان. المهم يا جدعان، المهم تشكيلتنا دلوقتي كلها حرفيا مهاجمين. تيجي معاك بص معايا، معانا الواد كلاويزا تمام، معانا سواريز، معانا ليفاندوكسا، ومعانا هتشوشون ده تمام، ده نص ملعب، ومعانا الواد دبي. خلصانه. انا يعتبر عندي اربعة سترايكر في تشكيله واحده. تخيل اربعة سترايكر رايحين على الجون. فايه اللي هيحصل يا اسطى؟ كل ده وما سنشاهده لاحقا. وهنخش دلوقتي الديفيجن رايفلز. طبعا انا جربت التشكيله قبل ما انا اصور وبسم الله ما شاء الله. تعالوا نبص كده مع بعض. سلسله خسارات اقسم بقى، سلسله والله سلسله. فنجربها مع بعض يا جدعان ويلا بينا ليتس جو. داخلين قدام مين؟ مانشستر يونايتد يا جدعان بجد. الستة تلاتة داخلين قدام الستة تلاتة يا ولاد الايه؟ يا ولاد ده ايه الدفاع ده؟ ايه ده الدفاع عندهم يا جدعان 106 والله العظيم؟ ده جايين ياخدوا حقهم مني ولا ايه؟ ولا كريستيانو ولا كريستيانو؟ ما هسه معاكم الليفر، الليفر سكة ودغري. تعالى يابا ابو عادل معاه شوية تشكيلة يا جدعان شمامين والله العظيم. الواد معاه مين؟ الواد معاه هالاند والله. ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ هو انتوا هالاند عشان يجيب فيكوا هاتريك تروح تشتروا هالاند؟ والله ما ينفع. انا معايا يا جدعان تشكيله شمامين اقسم بالله. بس ان شاء الله يا جدعان الماتش ده انا هنأدي فيه. يلا استنى على الشاي بالله. الواد داخل سخن بصراحه وعمال يديني حته تيكي تاكا وكيرلوس وبلانك وحوارات والله العظيم. تعالى دبي، خش يا دبي. ما تقولش هيرجع. تضيع شغله، تضيع. بيضيع وقت ليه يا جدعان ده؟ ده بيضيع وقت ليه؟ انا عايز افهم والله العظيم. يا ربي يا ربي بتضيع وقت ليه يا اسطى؟ يا اسطى بتضيع وقت ليه؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ لا والله ايه ده فعلا؟ ايه ده؟ نعم ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده تركي ده ولا ايه؟ ويوم جاي راح رازعني الجون. ايوه يوم جاي راح رازعني الجون ويفضل بقى هو بقى ايه
بيت هناك في المنطقة عنده. ده ايه ايه يا جدعان اللعب ده انت مامتك وحشة قالها. ايه ده؟ ايه الشغلانة دي؟ طب انا عايز يا جدعان الحقه بكده بكرة والله العظيم لاجيب اجله، وربي لما اجيب جول هعذبه. تعالى تعالى، ده انت هتتعذب معايا. تعالى ده انا باكل، انا باكل زيك يالا. تعالى ارجع بكده، ايوه ارجع. ده انا هلعب له دلوقتي ترجيع وحوارات. خش خش على بيرل، خش على بيرل، خش على لو راجل خش عليا. هرجع هقوم جاي كده ومد كده ومد. ايه ده ايه ده ايه ده الحوار ده؟ ايه رجع رجع بقى تشكيلتي هناك، تشكيلتي هناك عنده اصلا في الجون. يبقى يرجع، دي مش تسلخ يا حكم. تعال نجم تعال تعال، ده انا هكسر وشك. تعال باص باص، تعال خد دي، اسحب له واحده سواريز وباص لتحت. ايوه ادي له كروزه في الجون. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي مش فاول يا حكم؟ دي مش فاول؟ ضربه جزاء كم؟ ايوه اداله في الجون بقى، اداله في الجون. ده انا هكسرك. تعالى ده انا تعالى تعالى تعالى، ده انا هشمر لك يالا، ده انا هوريك العضله يالا. انت ابو عضله لما بيلعب تعالى تعالى. شفتوا يا جدعان اللعب اللي مش كويس اخرته بيحصل في ايه؟ والله العظيم اخرته بيحصل في ايه؟ ولا اي حاجه. يلا هو دلوقتي هيموت ويجيب جول، هيموت ويجيب جول والله. تعالى ده انا هرزعه التاني والتالت دلوقتي. تعالى ايوه هات الكره كده يا نجم، خش يا كلوزه، اسحب لهم واحده كلوزه. ايوه كده يا ولا يا زعيم، واديله يلا اللي بعده، يلا التاني، اداني لسعه له التاني على طول. اقسم بالله هكسرك، اطلع من الماتش بقى، اطلع من الماتش. تعالى بيطلع الحارس، هيفكر نفسي فكرني من العيال التوتو اللي بيروحوا ويتوتو فاهمين، فكرني زيهم. تعال اطلع يلا من الماتش، يلا يا نجم اطلع اطلع اطلع. ايوه شوت 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 شوت، اجيب لك جون في نفسي والله. تعال هات الحارس كده، مفكرين ان انا عامل كده فعلا ولا ايه؟ تعال ده انا اعذبك. تعال تعال يا كلب السكك يا منحط. تعال اكره حاجه يا جدعان بتضايق منها، ان حد يقعد فاهمين يعمل يجيب جون ويقعد بقى ايه يباصي وكده. طب انا ما بعملش كده، انا حتى لو خسران يا جدعان والله بلعب، وحتى لو كسبان بلعب، وممكن الواد يتعادل معاه في اخر دقيقه عادي جدا والله ما فيهاش حاجه. تعال تعال ايوه هيقعد بقى يلعب لي تيكي توك، هيموت ويجيب جون، هيموت هيموت. تعال ده انا ان شاء الله على الطلاق. بص انا ممكن اوديك للحارس وارجعك عطشان والله العظيم، انا ممكن هدي الكره للحارس يا جدعان. تعال عايز تخش هجمه، ما فيش الكلام ده، عايز تجيب جون ما فيش الكلام ده. تعال خبطت في هالاند. ابلع يالا ابلع يالا، ابو عادل توب التوب يالا. تعال ليفاندوكسا اسحب لهم واحده ليفاندوست. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعال اسحب لهم واحده، ورب يا جدعان لو كانت عدت كان هيبقى حوار. اسحب لهم واحده يالا، ليفاندوكسا ليفاندوكسا، 1-0 الانتر. ايه الانتر يا جدعان؟ الانتر لسه مقصر عليهم ولا ايه؟ خش تعال نزل لتحت. تعال ده انا ماشي. ليفاندوكسا يا جدعان مش في المود والله العظيم، شكله متقل في الغدا شكله يعني. تعال 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 ايه ده ايه ده؟ والله العظيم يا جدعان ده ايه ده؟ بيلعب معاهم ده ولا معايا انا؟ ايه الشغلانه دي؟ هات الكوره هات الكوره يالا، ده هات الكوره. الواد ده يا جدعان خنقني اقسم بالله. نوعيه ايه ده؟ فاول ده اللي هو ازاي؟ معلش طب احنا كنا تحت والله العظيم يعني، ده اللي هو ازاي؟ خش ليفاندوكسا، ليفاندوكسا انا حاسس انه هيعمل قلق والله يا جدعان. الواد ده ما ينفعش يقعد في التشكيله لحد يوم التلات. حلوه يالا دبي، يالا كمل يالا كملها يالا دبي، ما كملها ولا دبي ينفع يقعد للتشكيله لحد يوم الاثنين. الواد هيموت ويجيب جون، هيموت ويجيب جون. جيب الجون يلا، جبت الجون شطور هالاند شاطر، جاب الجون ماشي. هيموت ويجيب جون، استنى اضحك له اديله واحده ضحكه. تعال تعال ده اوسخ ماتش لعبته طول يعني طول مسيرة الكرويه والله العظيم. شايفك خايف جبان موت يا جبان. بص الواد كلاويزه بقى يعمل له ايه؟ ما تعمل له كلاويزه، ما عملوش والله العظيم ما عملوش، ما هدتوش حلو. عارفين ده لو اتعادل معايا انا هقطع شراييني من هنا، لو اتعادل معايا ده مستحيل. ابو عادل عرفتوا يا جدعان الحكم مرتشي والله ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 انت تسلل بقى، اداله تسلل بقى، اداله تسلل تسلل يا حمار. لو كانت راحت تسلل تسلل ابلع يلا ابلع يلا ابو عادل. اللي اي حد يقابلنا يا جدعان ويلعب بالطريقه دي اعرف ان ابو عادل هيحط عليك سكه ودغري. العضله باينه، خدتوها صوره، خدتوا صوره مع الماتش، خدوها صوره مع الماتش يا جدعان بالعضله بالعضله شايف؟ ها ها حلو حلو يا جدعان العضله خلصانه. تعالى
تعال انا شايف كورتين على المرمى يا جدعان، الكورتين بجون، لان انا ابو عادل ما بيضيعش وقت والله العظيم. وطبعا كتشكيله مهاجمين، تشكيله شمامين ما حدش يلعب بيها ولا حد يجربها، لان انا اتدغدغت والله العظيم يا جدعان. انا بقول سكه ودغري من ابو عادل، ابو عادل اتدغدغ، اوعى تسمع كلامه في تشكيله مهاجمين وبتاع. انا معايا دوباي وسواريز ليفاندوكس وبتاع، عايز اوعى تسمع كلامي. اه صحيح يا جدعان، اه صحيح، عايز اوريكم حاجه. بصوا يا جدعان الفرق ما بين 104 وال 103 والله العظيم بكلمكم بامانه. بصوا ليفاندوكس عامل 30 مليون ومفيش حد بيشتري، 107 واحد يعني ده سعره هينزل ل 20 مليون تمام. فانت جاهز ال 20 مليون بتاعك واشتريه. وبصوا الواد كلاويسا يا جدعان، بصوا الواد كلاويسا، الواد كلاويسا حرفيا بيتباع والله العظيم بيتباع يا جدعان، وب 30 مليون نفس السعر، متخيلين؟ ده ب 1300 كوين وده ب 1000 كوين وبنفس السعر. بصوا بقى الواد كلوز بقى يا جدعان اللي معايا، على الله حكايته، واخده هو ست، هو سعره 60 مليون، سعره نزل ل 40 مليون والله العظيم حوار. بفكر يا جدعان اغيره واستفيد بال 40 مليون، اجيب هالاند، هالاند سعره هينزل يا جدعان ل 25 مليون تمام. بفكر ابيع كلوز واجيب هالاند وغير سواريز واجيب الواد نسيت اسمه والله، اسمه ايه اللي بيبدا بحرف، اسمه ايه، ما علينا، ديبالا، ايوه ديبالا يا جدعان، واجيب الواد ديبالا واظبط بقى ايه، واجيب هنا تشاوميني مثلا، ولا اجيب حد كده جميل كده فاهم، واظبط التشكيله ظابطه كده جميله كده بال 40 مليون، يبقى ابو عادل توب التوب والله العظيم. ويقول لك ابو عادل انتهى، اقول له ده لسه في فيديوهات عنده، ويقول له حبك يا جدعان والله العظيم، وخلاص قربنا نوصل ل 80,000 مشترك، ويقول لك ابو عادل انتهى، اقول له بيس اوت، هنتقابل في المقاطع الجايه، ومش هيقول لك مع السلامه، لان انت كده كده هتشوف الفيديو الجاي. بيس اوت.